أخي الحبيب، لماذا تحزن والله تعالى موجود؟ الذي خلق هذا الكون بما فيه من نجوم وكواكب، هناك كواكب خلقها الله من مادة الألماس، هناك خيرات كثيرة في الكون خلقها الله. لو أراد الله أن يرزقك المال لأعطاك مالا كثيرا، ولكن الله يريد الآخرة. أنت في هذه الدنيا موجود لفترة مؤقتة فقط أخي الكريم، ولن تأخذ إلا ما كتبه الله لك، وبالتالي لماذا تحزن؟ انظر إلى حبيبك عليه الصلاة والسلام عندما كان في غار مع سيدنا أبي بكر، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الإحساس بمعية الله هي علاج لأكبر أنواع الحزن والاكتئاب. حتى لو بلغت أحزانك كأمواج البحر، صدقني الله عز وجل قادر أن يذهب هذه الأحزان بلحظة واحدة. فقط ثق بالله، وحاول أن تشعر بمعية الله، وكرر هذه الآية: لا تحزن إن الله معنا. والله أيها الأحبة، الإحساس بمعية الله والقرب من الله، وأن الله يحفظك، وأن الله يهتم بك، وأن الله يرعاك ويراك ويسمعك، هذا الإحساس أعلى من كنوز الدنيا. هذا الإحساس أخي الحبيب يقضي على أي حزن. لذلك الله تبارك وتعالى قال: قل يا محمد، جعل النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه هو الذي يخبرك وهو الذي يحدثك: قل يا محمد، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني أخبرهم أيها الحبيب أنهم إذا أرادوا أن يفرحوا لا يفرحوا بالدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أخبرهم أن لا يفرحوا بشيء زائل، أخبرهم أن يفرحوا برحمة الله لأنها هي الباقية. هذه الرحمة هي التي تبقى، وهي التي تدوم، وهذا هو الفرح الحقيقي، أن تفرح برحمة الله. لذلك أنا نصيحتي لكل أخ مكتئب، لكل حزين، لكل من يعاني من هموم ومشاكل في هذه الدنيا، شيء واحد فقط: تذكر موقف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما حاصره رؤوس الكفر والإلحاد في ذلك الغار الضيق، ولكنه لم يفقد الأمل بالله عز وجل. من الممكن أن يقضى عليه في أي لحظة، ولكنه كان واثقا بمعية الله، كان يشعر أن الله قريب منه، لا يتركه، يحميه، فكان هذا مصدر فرح له وهو في أضيق الحالات التي يمكن تصورها. فسيدنا أبو بكر عندما حزن على وضع النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تحزن إن الله معنا. لذلك أخي الحبيب، ردد هذه الآية كثيرا، رددها كلما أحسست بالحزن، وسيذهب عنك هذا الحزن إن شاء الله، وقل: لا تحزن إن الله معنا. لذلك ردد هذه الآية كثيرا: ولا تحزن ولا تيأس ولا تكتئب، وقل دائما: لا تحزن إن الله معنا، واشعر بمعية الله، واستيقن أن الله يحفظك ويحميك، لأن الذي حفظ محمدا عليه الصلاة والسلام في الغار، وحفظ سيدنا يونس في بطن الحوت، قادر أن يحفظك من كل شر إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يبدل أحزاننا فرحا وسرورا برحمته وفضله، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.